الحكمي الذي لم يستعد عافيته بعد منذ إصابته مع انطلاق المباراة. المهم كرة أولى خطيرة لصالح فريق نصر حسين داي، كان الفعل من نصر حسين داي فكيف يكون رد الفعل من جانب المولودية؟ انطلق زغدان وتوغل زغدان لكنه ارتكب عليه الخطأ من طرف اللاعب بن دبكة على ما أعتقد هو الذي أوقف انطلاقة زغدان في الكرة الأخيرة. وأحدى موجودة على الجهتين اليمنى واليسرى، أحدى عبد المنعم. صحيح، يعني من شاهدنا هذا اللاعب وحتى من الناحية التكتيكية بلال من أحسن اللاعبين في الجزائر، لما يضيع الكرة عنده يعني يرجع للدفاع. وشاهدنا فريق نصر حسين داي بلال أن لما يضيع الكرة دائما كل كتلة ترجع، أن الكرة تكون يعني في يكونوا أمام الكرة، وهذا الشيء جميل بالنسبة لنصر حسين داي واللاعبين، يعني كلهم يدافعوا. كلهم يدافعوا، وهي المخالفة الرابعة ربما تقريبا لفريق مولودية الجزائر المستمر في البحث عن فك الشفرة الدفاعية لنصر حسين داي الذي كان أخطر منذ انطلاق هذه المباراة ومنتصف الشوط الأول. مقداد لعب الكرة الأخيرة، عبد الرحمن حشود شاهدناه خبرة وتجربة كبيرتين، توج باللقب مع فريق وفاق سطيف سنة 2012 وخسر اللقب أمام فريق شباب الوزداد لما كان ينشط في فريق آلي برج بوريس سنة 2009 في ملعب مصطفى تشكر بالبليدة. توج باللقب أيضا سنة 2014 مع المولودية وخسره أمام الاتحاد. خامس نهائي له، خامس نهائي لحشود. الانطلاق من هناك لصالح وليد ديرارجا، يحتفظ بها وليد، هل سيجد الرفيق المتعرض؟ توزيع، اخطاء متكررة وتمر الكرة مرور الكرام. هذا جميلة التسديدة من عواج، مسترجعة من امير قراوي وعواج بخارج الرجل اليسرى، كاد يفعلها بالمولودية أو بالنصرية. هذا هو رد الفعل، رد الفعل من جانب فريق مولودية الجزائر بعد الفعل الذي قام به قاسمي. قيل الكثير عن التكهنات، قيل أنها مباراة بوصوف وشوشي اليوم. بوصوف وشوشي فعلا 50% اللي يعطيها الحارس على أرضية الميدان، ولكن لا يجب ان ننسى بان المباراه بامكانها انها تمتد الى الشوطين الاضافيين والى ضربات الترجيح. وهنا فوزي شوشي قال بانه اترك ضربات الترجيح لي، وبالتالي الخبره والتجربه ولكن حنا اراده وقوه وبراعه. نعم هشام، نقول مباراه مقداد وشوباني. هشام يقول مباراه مقداد وشوباني. سفيان اللاعب السابق في اتحاد بالعباس، ومقداد بخبرة وتجربة يريد أن يتوج مع المولودية بالكاس بعد أن توج معها بالبطولة. الكرة لمن؟ لصالح المولودية. من هناك التوزيعات الآن، طريقة لعب المولودية، التسديد من بعيد جميل. الآن المولودية عبد النور أصبحت تلعب خاصة على الكرات العرضية والكرات. صحيح، يعني هنا شاهدنا التنويع في اللعب، شاهدنا اللي يفتح نحو المرمى اللاعب زغدان، واللي سدد مع الأخير يعني اللاعب حشود. شاهدنا تحس بلي فريق مولودية الجزائر أو يهاجم بأكثر لاعبين في الهجوم، وخير دليل أن اللاعبين الرواقين المدافع الأيمن والمدافع الأيسر راهم عندهم النزعة الهجومية، يعني وهنا تبين بلي فريق مولودية الجزائر كاين نية انه راح يهاجم باكثر لاعبين في الهجوم، وهذا شيء جميل بالنسبه لهم. لكن نشعر بالخطر ايضا بعد كره قاسمي. فعلا لا، لانه قاسمي خلق حاله طوارئ في دفاع المولوديه بمحاوله كانت صعبه وصعبه جدا، وفرصه سانحه لنصر حسين داي الذي لم يترجمها الى هدف مع هذه البدايه. ونحن نلعب ايها الساده والسيدات جمهورنا الرياضي الكريم، هي الاعاده انفرده بالحارس شوشي، كاد او كان بامكانه انه يفعل افضل مما كان، ولكنه فضل التسديد، اصطدمت الكره بوجه شوشي قبلها حتى في وجهه المهم لا يراه بالشباك. بلا حتى شفنا خروج شوشي قاسمي وجه اليوس، شوشي يعني دار بالظهر ما كانش يعني امام قاسمي، وهذا ان قاسمي سهل لما ضرب بالقوه، يعني لو استعمل يعني داخل القادم كان بامكانه يسجل الهدف الاول. حتى مراوغه هناك والانفراد يعني، ولكن عدة حلول. اعطيني عقلك في تلك اللحظه بالذات في نهائي كاس الجمهوريه وامام من؟ امام فوزي شوشي. عواج سيد احمد يعود في هذه الكره مباشره لبوصوف. بوصوف ياخذ كريبا العزيزي، قالوا ضربها بلاصي بالدروات يعني بالدرب.